احنا كنا بنتكلم على ان الولاد يطلعوا يتعلموا في جامعة حلو ومظبوط وميت فل. تعالى تشوف كده جامعة بنها عملت ايه. جامعة بنها بتنظم اول هاكاثون مصري في موضوع المدن الذكية. شايف احنا وصلنا لايه؟ والله العظيم ما بهرج وبدون مبالغة، شايف احنا وصلنا لايه؟ وصلنا الى انه ولادنا في الجامعات بدأوا يشتغلوا على افكار ومشروعات متعلقة بالمدن الذكية وتطويرها. عارف بمنتهى البساطة ليه؟ علشان ده بقى بيحصل في مصر خلاص. يعني الولاد ما بقوش خياليين حالمين علشان يقعد يعمل في بروجكت هو عارف انه عمره ما هيتحط ولا عمره ما هيتنفس في الحقيقة على الإطلاق، لكن ولادنا بقوا شايفين انه بتتبني مدن الجيل الرابع، مدن ذكية في مصر. فبقت الولاد عندهم حماسة وحمية وإقبال على المزيد من البحث والابتكار. خلونا ناخد معانا على تليفون دكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها. أهلا بيك يا دكتور. أهلا بيك يا أستاذ يوسف، مساء الخير على حضرتك. مساء النور ومساء الخيرات ومساء العلم زي ما بيتقال كده. الله يخليك. إيه موضوع أول هاكاثون مصري في موضوع المدن الذكية؟ نحب نفهم أكتر وتبني جامعة بنها لهذا الهاكاثون. شكرا جزيلا. في البداية بس أحب أعرف السادة المشاهدين أن كلمة هاكاثون هي عبارة عن اختصار لكلمتين هما هاك وماراثون، بمعنى أن كلمة هاكاثون هو عبارة عن سباق بيجتمع فيه المتخصصين من مبرمجي الكمبيوتر والمتخصصين في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وبيتجمعوا في مكان ما. هذا المكان بيتيح لهم جميع الفرص الى انهم يبداوا زي ما حضرتك قلت في المقدمه انهم يدلوا بدلوهم في انشاء العديد او في وضع افكار جديده لمشروعات. هذه المشروعات تاتي للمهام المستقبليه. حضرتك في مؤتمر الشباب الاخير فخامه الرئيس اكد جزيلا، فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي اكد على الاستفاده من طاقات الشباب زي ما حضرتك قلت في مجال تكنولوجيا المعلومات من خلال عمل المسابقات والهاكاثونز المختلفه. احنا في جامعه بنها عملنا نظمنا اول هاكاثون مصري على مستوى الدوله في موضوع زي ما حضرتك قلت اللي هو السمارت سيت او المدن الذكيه. الهاكاثون حضرتك هيبدا في الفتره من 24 الى 26 مارس. احنا بدأنا بالفعل في التسجيل عندنا 27 جامعة حكومية، دعينا الجامعات الخاصة والجامعات الأهلية، هذا بالإضافة إلى جامعة بنها بكلياتها 16 أبنائها الطلاب. عاوز أضيف لحضرتك إن الهاكاثون برعاه معالي الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع شركة أمازون مشتركة معانا. كويس. عاوز أضيف برضه لحضرتك يا أستاذ يوسف إن ده زي ما حضرتك قلت ده الحدث الأول. إحنا من الجامعات الحكومية، وبأكد على إن إحنا جامعة حكومية، بنشتغل في نفس المضمار اللي رؤية مصر 2030 شغالة عليه. إحنا بنسعى لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 بالتحول نحو اقتصاد رقمي مبني وقائم على المعرفة. عظيم. برضو كمان بنؤكد على ان احنا بنشجع ابنائنا الطلاب على الابتكار والبحث والتطوير. ايضا بنعمل تحفيز لهؤلاء الطلبة بمشاريعهم اللي هم لهم افكار ورؤى مستقبلية. وكويس جدا ان يبقى الطالب زي ما حضرتك قلت يشارك في بناء المستقبل، ودي حاجة كويسة جدا. كمان احنا عندنا نموذج قوي جدا مصر بتفخر بيه اللي هو العاصمة الإدارية الجديدة كنموذج رائد للمدن الذكية في أفريقيا، والعالم كله بيتناول هذا الموضوع. أؤكد لحضرتك إن احنا إن فكرة الهاكاثون هي أول مرة تتعمل في مصر، لكن احنا عندنا العديد من الهاكاثونات اللي انتشرت في العالم، وكان أشهرها طبعا زي ما حضرتك عارف الشهادة المتدين الهاكاثون الحج اللي كان بيشارك فيه 2950 مشارك من 51 دولة
لتسهيل اجراءات وخدمات الحج للحاجين. احنا بنعمل بقى الموضوع ده عندنا من مكون من 10 محاور. المحاور كلها منصبه بقى من الطلبه على المدن الذكيه والمباني الذكيه، الحدائق الذكيه، المرافق الذكيه، النقل والمرور الذكي، المستشفيات الذكيه، الريسايكلينج والتدوير الذكي، المراقبه الذكيه، الطاقه الذكيه، الاداره الذكيه، والمدارس والجامعات الذكيه. حضرتك عندنا متقدم حتى الان مسجل على الجوجل فورم اونلاين، مسجل لنا 50 مشروع من 10 جامعات مصريه كلها حكوميه. تم دعوه الجامعات الخاصه هيشاركوا معانا النهارده. الطلبه المتسابقين كلهم بيتسابقوا وبيتنافسوا في ايجاد حلول مبتكره في المجالات العشره اللي احنا قلنا عليهم لحضرتك. طبعا برضو جدير بالذكر ان احنا الوزاره اعلنت ان الافكار دي كلها سيتم تطبيق هذه الافكار الجديده وتسويقها لحساب اصحاب المشروعات في الجامعات الاهليه الجديده، الاربع جامعات اللي هم الجامعات هيتم تطبيقها في الجامعات الاربعه اللي هو جامعه العالمين وجامعه الجلاله وجامعه الملك سلمان وهكذا والمنصوره الجديده، بالاضافه الى حقوق الملكيه الفكريه لهؤلاء الطلبه. جميل جميل جميل. عندنا برنامج يا استاذ يوسف احنا بدانا التسجيل لغايه 8 مارس، مفتوح التسجيل. هيحكم المشروعات دي خبراء اكاديميين من الجامعات المصريه بالاضافه الى خبراء من الصناعه، وحضرتك عارف كويس جدا ان رؤيه وزاره التعليم العالي بتهدف الى ربط الجامعه بالصناعه. النتيجه هتعلن مبدئيا يوم 10 مارس، هناخد اكثر 10 مشروعات، هنعملها بمعنى صح في الكريشن. خلال الفتره اللي فاتت دي هيبدا عمل اجراء مجموعه من المحاضرات التعريفيه اونلاين بواسطه خبراء من شركه امازون والوزاره وجامعه بنها. كمان هنستضيف الفرق بقى من 24 الى 26 مارس لمده 3 ايام في باقامه كامله في المبنى الفندقي الخاص بجامعه بنها وموجود في المدينه الجامعيه. احنا يهمنا قوي ان الطلبه تعمل بروتوتايب ونموذج يكون مصغر قابل للتطبيق في المجالات العشر اللي انا قلتهم لسعادتك. هيتم اعلان النتيجه يوم 26 مارس ان شاء الله، ويبقى عندنا حفل ختامي، وطلبه الكليات الجامعه سواء كان كليه التربيه النوعيه او كليه الفنون التطبيقيه او الكليات الاخرى هتشارك بحفل ختامي، هم اللي هيشاركوا وهم اللي هيعملوه بايدهم وهم اللي هيعملوا كل حاجه، اعضاء هيئه التدريس مش هيتدخلوا في حاجه خالص، وغالبا هيبقى بحضور معالي الوزير لاعلان الجوائز. احنا كجامعه بنها اعلنا جوائز 100,000 جنيه للمشروعات الفائزه، بالاضافه الى شركه امازون هتعلن او اعلنت عن جوائز عينيه من خلال التسويق، من خلال التسويق اونلاين. ده ممتاز يا دكتور جمال، بس انا يعني في دماغي تصور، لانه بالمناسبه هو ده عاده اللي بيجرى بره بقى، حضرتك اكتر مني معرفه ودرايه بذلك، اللي هو انه إذا كان البروتوتايب أو مجموعة من البروتوتايبس، يعني افترضنا مركز أول وثاني وثالث، هي بالفعل قابلة للتطبيق والاستخدامات المدنية، لازم مستثمر صناعي يتبنى عملية التصنيع. يعني أنا عايز جزء من المكافأة أو جزء من الجايزة إنه الاختراع أو الابتكار أو التطوير اللي حصل ده يخرج للنور، لأنه ده اللي هيشجع المزيد والمزيد من الطلاب على البحث والابتكار والعمل. تمام يا فندم، تمام. هل ده وارد في النسخة الأولى من الهاكاثون المصري، ولا قد يطبق في نسخ تالية إن شاء الله؟ لا يا فندم، إحنا إن شاء الله، علشان كده يمكن أنا قلت لحضرتك إن إحنا التحكيم بتاع الفلتريشن المرحلة الأولى داخل فيه صناعيين، هيبقى فيه خبراء من الصناعة. صحيح. ولذلك احنا هنعمل تشبيك لينك مع اصحاب الافكار النيرة القابلة للتطبيق. رائع. مع خبراء الصناعة.
رائع. عاوز اقول لحضرتك كمان حاجه كويسه، يعني هي يعني مش بعيده، هي قريبه للموضوع. احنا عندنا في جامعه بنها حاضنات تكنولوجيه بنحفز الطلبه الى انهم يعملوا نماذج بروتوتايب، ونبدا نتم تسويقها عن طريق اكاديميه البحث العلمي، ونقدر نعمل تسويق لهذه الافكار والمشاريع اللي قد تكون تبقى ابلايد ولها القدره انها تطبق عن طريق اكاديميه البحث العلمي مع خبراء الصناعه ان شاء الله باذن الله. برضو ما اعرفش اقول لحضرتك، برضو كان عندنا صف في مجموعه من طلبه الكليات بيشاركوا من كليه الفنون التطبيقيه، كانوا اخترعوا ملابس ذكيه، وده كان يعتبر ابتكار جديد. الملابس سمعت عنها بس الحقيقه انا كنت عندي نقدر نسميه تساؤل، هل هو مبتكر مصنع وموجود؟ يعني هذا القماش او الملابس الذكيه انا سمعت عنها وقريت عنها، بس حتى تمام. اتكلمت فيها مع زملائي قلت لهم يا جماعه موجوده اتصنعت اتجربت ولا هي بحث موجود على الورق او على الهارد ديسك بتاع اللابتوب بتاع الباحث اللي عملها؟ طيب انا اطمن حضرتك ان احنا عندنا في الجامعه عندنا في حاجه اسمها مشروعات التخرج بالنسبه لي لبعض الكليات العمليه، من امثلتها كليه الفنون التطبيقيه. احنا الطلبه عشان يعملوا الكلام ده ما بيبقاش ثيوريتيكال اطلاقا، ما بيبقاش نظر، لا ده الطلبه بمساعده البشرتين من الاساتذه بيبداوا في تطبيق هذه المشروعات في الفيلد. احنا بقى محتاجين زي ما سعادتك بتقول ان احنا نعمل التشبيك مع المصنع على اللارج طبعا. بس هي دي النقطه المهمه جدا، وانا بنتهي هذه الفرصه من خلال برنامج سعادتك المحترم ان احنا بنطلق هذه المبادره، ان يبقى في خبراء الصناعه يساعدوا الجامعات ويساعدوا الطلاب المبتكرين اللي هم الباكوره الانتاج بتاعتهم انها تطلع الى النور، وبالتالي هيبقى في احساس قوي جدا، روح من الانتماء والولاء للطلاب للوطن، ويقدروا يخدموا بلدهم بهذه الاختراعات. صح، وبصرف النظر عن 100% صح اللي هم هياخدوها 100% صح. انا بشكرك جدا يا دكتور جمال، كل الشكر دكتور جمال سويسرا رئيس جامعه بنها.